السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في الحصة ديال اليوم غادي نديرو نموذج آخر من نماذج الفروض خاصة بمادة الرياضيات، دائما مستوى الثاني ابتدائي. إذا السؤال الأول، أحسب كل مجموع أو فرق أو جداء حسب كل عملية من العمليات أسفله. إذا غادي نبداو العمليات ونحسبو لكل عملية. مثلا إذا كان عندنا عملية ديال الطرح غير نلقاو الفرق، إذا كان عندنا عملية ديال الجمع غنلقاو المجموع، ولا كانت عندنا العملية ديال الضرب غنلقاو الجداء. إذا نبداو بالطرح. عندنا 9 ناقص 3، إذا كتساوي لنا 6. هنا غندير نحسب الأصابع ولا نحسب بالخشيبات ولا بالأسطر، مثلا ندير بحال هكا بحال في الوساخ ندير 9 بحال هكا، 9 الشرطات 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نحيد منهم 3، 1 2 3 غنحيد هادو، غتبقى 1 2 3 4 5 6. او الا قال لنا مثلا 9 ناقص 3، نشوف شحال غنزيد على 3 باش نوصل ل 6، باش نوصل ل 9. اذا عندي هنا 3، نبقى نقلب 3 4 5 6 7 8 9، يعني شحال زدت؟ 6. ثم 8 ناقص 6، اذا 8 الى حيدت منها 6 شحال غتبقى ليا؟ اذا غنقول على 6 شحال باقي ليها باش توصل 8، بقاو ليها 2، و 2 ناقص لا شيء تبقى 2. العمليه الثانيه حتى هي في الطرح، 6 ناقص 8، هنا عندي 6 صغيره، من عند من غنتسلف؟ غنتسلف من هنا، ولكن هذه ما عندهاش، غتسلف ليا من هذه، ما غيبقى والو هنا، غتولي هنا 10، وملي غنتسلف منها 1 تبقى 9. إذا دائما ملي يكون عندي صفر نعرف غندير في بلاصتو 9. إذا وهنا غادي نتسلف، إذا 16 ناقص 8 غتبقى عندي 8، لأن 8 زائد 8 تعطينا 16. 9 ناقص 8 الباقي 1، وهنا ما بقى والو لأن تسلفت غتبقى صفر. هنا عندنا عملية ديال الجمع، إذا 0 زائد 3 يعني 3 مازدنا عليها والو غتبقى 3، 3 زائد 2 إذا عندي 3 4 5، إذا تعطينا 5، 4 زائد 1 تعطينا 5، 2 زائد 1 تعطينا 3، 7 زائد 5 إذا عندي 7، 8 9 10 11 12، إذا غتعطيني 12، أكتبوا 2 وسأحتفظ بواحد، 8 زائد 1 تعطينا 9. هنا عندنا عملية ديول الضرب، يعني غنلقى الجداء. 5 في 6 يعني 5 مضروبة في 6 كتعطينا 30، أكتبوا 0 وأحتفظ ب3. 5 في 2 10 زائد 3 13، أكتبوا 3 وأحتفظ ب1. 5 في 1 5 وواحد 6. العملية الثانية أيضا هي عملية ديال الضرب، إذا 2 في 5 10، أكتبوا 0 وأحتفظ ب1. 2 في 0 أي عدد ضربته في 0 كيعطيني 0، 2 في 0 0 زائد 1، إذا 0 اللي زدنا عليه 1 يعطينا 1، 2 في 3 غتعطينا 6، 3 في 1 كتبقى نفسها 3، 3 في 3 غتعطينا 9، 3 في 2 6، 4 في 6 غتعطينا 24، أكتبوا 4 وأحتفظ ب2، 4 في 0 0 و2 2، 4 في 1 غتعطينا 4. الآن غندوزو لتمرين 2. ذهب أحمد وكريم إلى السوق، فاقتنى كل واحد المقتنيات أسفله، يعني اشترى كل واحد هذه المشتريات. أملأ الجدول بما يناسب. إذا هذا بالنسبة لأحمد وهذا بالنسبة لكريم. أحمد شنو شرى؟ شرى واحد الكتاب وقلم ومقص. إذا شرى كتاب، هذا الكتاب كيدير 15 درهم، إذا هذا الكتاب الثمن ديالو 15 درهم. شحال عطى البائع؟ أعطاه 20 درهم، يعني شحال غادي يرد عليه؟ أرجع له البائع، يعني الباقي اللي غيعطيه البائع. إذا غنحاولوا نديروا عمليات ديال الطرح. غنجيو هنا، إذا شحال عطاه؟ عطاه 20 درهم. الثمن ديال الكتاب هو 15 درهم، إذا 20 غنقسم لها 15، 10 ناقص 5 الباقي 5، 1 ناقص 1 الباقي 0، إذا شحال غيرد ليه؟ غيرد ليه 5 دراهم، يعني هنا الباقي هو 5. بالنسبة للمادة الثانية اللي شرا قلم، إذا القلم ب3 دراهم،
شحال عطاه؟ عطى البائع 5 دراهم. إذن ها هي 5 دراهم، غنقصوا منها 3 دراهم ثمن القلم. 5 ناقص 3 غتبقى عندنا 2. إذن غير دريه دير همان. ثم اشترى مقص، المقص ب4 دراهم. شحال عطاه؟ عطاه 10 دراهم. غنديرو 10 ناقص 4، إذن 0. هي هادي نتا 10 ناقص 4، الباقي 6، غيعطيه 6 دراهم. هادشي بالنسبة لأحمد. دابا غندوزو لكريم. إذن عندنا كريم اشترى كرة ب70 درهم، دافع لي البائع ورقة نقدية من فئة 100 درهم. إذن ها هي غنديرو هنا 100 درهم، غينقص ليه منها البائع 70 درهم، ونشوفو شحال غيبقى. 0 ناقص 0 0. إذن 10 ناقص 7، الباقي 3، غيرجع ليه 30 درهم. إذن هذا هو الباقي اللي غيعطيه 30 درهم. ثم شرى حذاء ب150 درهم، دفع له ورقة نقدية من فئة 200 درهم. إذن 200 درهم غنقصو منها 150 درهم، ونشوف شحال غتعطينا. 0 ناقص 0 0. 0 ناقص 5 لا يمكن السالف. إذن 10 ناقص 5، الباقي 5. 1 ناقص 1، الباقي 0، غرد ليه 50 درهم. ثم اشترى قبعة بثمن 35 درهم. إذن شحال دفع لي؟ دفع لي ورقة نقدية من فئة 50 درهم. ها هي 50 درهم، غينقص منها الثمن ديال هذيك الكاسكيطة اللي خدا. إذن 0 ناقص 5 لا يمكن، غنسلفو. 10 ناقص 5، الباقي 5. 4 ناقص 3، الباقي 1. إذن غادي يرد ليه 15 درهم. 4 ناقص 3، الباقي 1. إذن غيرجع ليه 15 درهم. ثم غندوزو السؤال رقم 3. أرسم مثلثا قائم الزاوية ومربعا وقرصا. إذن هنا عندنا الرسم. إذن مثلث القائم الزاوية كيفاش كنديرو ليه؟ كنشدو مثلا، نتبعو حنا كاع غير على هاد التربيعات اللي عطاونا، غنديرو كيبانش مزيان وقيلا بالقلم، غنعاود بالستيلو نديرو بحال هكا هاد الضلع. ومادام التربيعات عندنا هنايا متعامدين، يعني راه غيجينا هاد الخط عمودي على هاد الخط، يعني ها هو كيكون لنا زاوية قائمة. هي هاد الزاوية القائمة مقادة، إذن غندير ليها هكا بأن زاوية قائمة، وغنلاقي هاد الضلع مع هاد الضلع. إذن هنا حصلت على مثلث قائم الزاوية. بغاو مربع، مربع كيكونوا مجموع الأضلاع متقايسين. مثلا أنا درت في هاد الضلع ندير فيه مثلا شحال من تربيعة؟ 1 2 3 4 5 6. إذن درت هنا 6 تربيعات، كلشي الأضلاع ندير فيهم 6 تربيعات. 1 2 3 4 5 6، غنجي حتى هنا وغندير 6 تربيعات. 1 2 3 4 5 6، حتى هنا غندير 6 تربيعات. 1 2 3 4 5 6، وحتى هنا غندير 6 تربيعات. 1 2 3 4 5 6، وهكا كنكون حصلت على مربع. مربع كيكونوا الأضلاع بربعة متقايسين. الآن غادي نديرو قرص، غنرسمو دائرة ونلونوها باش تعطينا قرص. إذن غادي ناخدو البركار، غناخدو البركار دن نوقد البركار صوب القلم. غنرسم واحد القرص بأي شعاع بغيت، مثلا نحيدو من هنا باش نحيد التليفون، مع غيضرب ليا التليفون. نجيبو هنا تنرسمو ونوريه لكم. إذن أنا غيرت البركار، كان شوية قلم ديالو طويل. غادي نجي هكا نرسم واحد القرص أو دائرة بعدا، عاد نلونها باش تولي لنا قرص.
من هنا مع التليفون حابسني من هنا، غادي نكمل. رسم عبد اليسر، اذا نقادو نحاولو نقادو الدائرة ونلونوها باش تعطينا قرص. اذا تحكموا نتوما في البركة، رانا رايحين التليفون حابسني. الى شديت البركة مزيان غنضرب التليفون يطيح لانه قريب ليا من الورقة. اذا هذا قرص، نبينو مزيان، نسخرو من الورقة ونبينو مزيان بلاتي. اذا ها هو انا عاودت عليه، ولكن نتوما ما ديروش هكا غليظ، يعني دائره انا عبينتو مزيان حيت كيبان لي بحال ما كيبانش في الصوره، حيت هادو رسمتهم بالستيلو جو واضحين، وهنا بالقلم كيجي شويه باهت. اذا انا غير وضحته تما. ثم ما تنساوش تلونوه، راه الا ما لونتوش ما غيجيش قرص. الا درتو غير الدائره راه غتسمى دائره، خصنا نرسموا الدائره ونلونوها باش تعطينا قرص. هنا ألونوا نشر متوازي المستطيلات الصحيح، فينا هو النشر ديال متوازي المستطيلات. اذا هذا لا خاصنا هنا، هذا بعدا عندنا الاوجه كلها مربعه الشكل، اذا لا هذا عندنا اوجه مربعه وكاينه مستطيله، ولكن ما عندناش القاعده الاخرى اللي كتكون من هنا، حيت هو عنده قاعده اللي كتكون الفوق والقاعده اللي تحت. اذا ماشي هذا، اذا هذا هو النشر ديالو اللي جمعناه غيعطينا متوازي المستطيلات. هذا الاوجه الجانبيه عباره عن مستطيلات، والقاعده ديالو عباره عن مربع. اذا ها القاعده الاولى وها القاعده الثانيه، اذا هذا هو متوازي المستطيلات. هذا هو النشر ديال متوازي المستطيلات. غادي نمروا دابا للتمرين رقم 4. اكتب القيمه الصحيحه ووحده القياس المناسبه في كل حاله من الحالات التاليه. عندنا هنا عندنا ساعه، غنشوفوا بعدا شحال. اذا هذه الخامسه تماما. هنا شحال عندنا؟ عندنا 1 2 3، هذه 3 كيلو غرام، 3 كيلو غرام. هنا 1 كيلو غرام زائد 1 كيلو غرام زائد 1 كيلو غرام، 3 كيلو غرام. هنا عندنا هذا لتر، اذا لتر، وهنا كاين لتر، وهنا لتر، وهنا لتر، اللي جمعناهم كاملين غتعطينا 4 لتر. اذا هكا كنكونوا انهينا النموذج ديالنا. موعدنا يتجدد مع نموذج اخر بحول الله.